السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل ريفيجن على ال connective tissue عملي جزء من 101 موديول. احنا اتفقنا ان ال connective tissue معمول من cells و fibers و matrix according to the matrix. لو ال matrix soft يبقى احنا بنتكلم على connective tissue proper. connective tissue cells قلنا فيه fixed و free. هناخد example من ال fixed unilocular fat cell. unilocular fat cell unilocular يعني ايه؟ الخلية بتبقى large و oval وفيها large lipid droplet. ال large lipid droplet دي يا ولاد بتعمل ايه؟ بتزق ال nucleus بالcytoplasm at one side وتعمل حاجة اسمها signet ring. لما اسبخها بالhematoxylin and eosin الدهون دي كلها دابت، فعاملة زي منظر الخاتم. عشان تبان لازم اسبخها بصبغة خاصة اللي اسمها السودان 3. نوع تاني من الفات سيل اسمه مالتي لوكيلر او براون. مالتي لوكيلر يعني لوكيولز، يعني اوض كتير او سبيسز كتيرة مليانة سمول ليبيد دروبلتس. هنا النيوكليس ما بيبقاش مزقوق على جنب زي اليوني لوكيلر، والسيتوبلازم بيبقى فاكيوليتد وبيبقى حواليه بلاد فيسلز كتير. قلنا سميناه براون لان بيبقى مور فاسكولار وفي سيتوكروم بيجمنت بتاعت الميتوكوندريا. الماكروفيج ما في منها الفري والفيكست. الماكروفيج دي خليه اكوله. قلنا اصل اي ماكروفيج بلاد مونوسايت. الماكروفيج دهيت بتاكل، فلازم يبقى فيها الريجولر سيل ممبرين تعمل حاجه اسمها سودوبوديا وتاكل الفورين بارتيكل. الصبغه اللي بتبين الماكروفيج حاجه اسمها الفايتال ستين، وقلنا سميناها فايتال ليه؟ لان انا بحقن الاكسبيرمنتال انيمال بالصبغه دهيت بعد 3 to 4 hours. بعمل ساكريفاكشن وببص على الخلايا الاقي الخلايا كلت الماده الملونه اللي انا حقنتها. بالمناسبه يعني ده ليفر تيشو، مش مهم تعرف، ودي الخلايا الاكوله اللي موجوده في الليفر تيشو مصبوغه بالفايتال ستين. موست سيل دي واحدة من الفري كونكتيف تيشو سيل. الخلية بتبقى بيزوفيليك، مليانة بيزوفيليك جرانيولز، بتتصبغ بصبغة اسمها توليودين بلو او ميتا كروماتيك ستين. كلمة ميتا كروماتيك، ميتا متغير اللون بتاعها، هي اسمها توليودين بلو. بتصبغ الحاجة لونها بيربل، يتفاعل الجرانيولز مع الصبغة بيدي لون بيربل. بالاي ام انا مليانه الجرانيولز دي الكترون دنس جرانيولز اللي فيها الهيستامين والهيبارين والليكوترين والايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور. بلازما سيل واحده من الفري سيل اللي اصلها بي لينفوسايت. لما تبقى اكتيفيتد بالهيماتوكسين ايوسين تبقى ديب بيزوفيليك ويز نيجاتيف بولجي ايمج. الاي ام النواه بتاعتها كاركترستيك بتبقى موجوده اكسنتريك كده على جنب، وبتبقى كارتويل ابييرنس عامله زي العربيه الحنطور او الكلوك فيس. والبروفايلز جامده جدا من الراف اندوبلازميك ريتيكولم اكستندنج من النيوكليار ممبرين للسيل ممبرين. الصوره دي يا اولاد ال ام بيكتشر للبلازما سيل وذ نيجاتيف جولجي ايمج. الاسهم البيضة دي نيجاتيف جولجي ايمج. انواع الفايبرز عندنا ثلاثة. الكولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز ده بيبقى arranged in bundles. arranged in bundles بيبان acidophilic و present in bundles. اليلو إلاستيك بيبقى single و zigzag. بيتصبغ بالهيماتوكسين ايوسين بينك وبيتصبغ بصبغة خاصة اسمها الأورسين. الإلاستيك فايبرز بيبقى موجود في الأوعية الدموية في blood vessels زي medium sized arteries و الأورطة. الريتيكولار فايبر بيتصبغ بالسيلفر. الفايبر بيبرانش ويانستموز together مع reticular cell بيعملوا الستروما اوف اورجن. طيب هنجمع السيل والفايبر والماتريكس ونعمل connective tissue proper. قلنا in which the matrix is soft. ايه انواع connective tissue proper؟ اشهر نوع the most common اللي موجود في جسم في اغلب يعني في مناطق كتيره جدا في الجسم ما عدا ال CNS loose areolar connective tissue. ليه نصيب من اسمه؟ اريولر يعني في عندي سبيسز كده. السبيسز دي يا ولاد بوتنشال كافيتيز. يعني ايه بوتنشال؟ يعني ممكن تتملى بالجازز او الفلويدز.
وده البندلز بتاع الكولاجين فايبر، وده الالاستيك فايبر. الريتيكولر ما بيبانش عشان محتاج سيلفر عشان يتسلخ. كل انواع الفايبرز موجوده بالذات الكولاجين، وعندي most of the cells موجودة بالذات الفات والفايبروبلاست والماكروفيج والماست سيل. نوع التاني من التيشو الوايت اديبوز كونكتيف تيشو، اللي بيلعب دور البطولة في التيشو ده يا ولاد اليونيلاكيولر فات سيل. اليونيلاكيولر فات سيل بالكاركترستيك سيجنت رينج ابيرنس بتاعتها. البراون اديبوز كونكتيف تيشو لا، اللي بيلعب دور البطولة المالتيلاكيولر فات سيل. Multilocular fat cell يتجمعوا مع بعض يعملوا لنا البراون اديبوز كونكتيف تيشو، بيبقى هايلي فاسكولار لان ده بيهيت جنريت. تاني ده البراون اديبوز وهنا الوايت اديبوز. الوايت اديبوز الخلايا اكبر والفات يونيلوكيولر، اما البراون بيبقى اصغر والفات اللي جواها مالتيلوكيولر. هنا نيوكليوس وسيتوبلازم مسقوقين على جنب يعني بسيجنت رينج، بقى ريم اوف سيتوبلازم. هنا الحاجه في موجوده زي ما هي في مكانها، النواه في مكانها. الريتيكولر كونكتيف تيشو اللي بيلعب دور البطوله الريتيكولر فايبر والريتيكولر سيل بيانستموز توجذر ويعملوا ستروما الحشوه بتاعه الاورجن، ودي بتتصبغ بالسيلفر. الالاستيك كونكتيف تيشو اللي بيلعب دور البطوله الالاستيك فايبرز اللي هي سنجلي ارينج دهيت اللي عامله زي زجزاج. ريجولر وايت فايبرز كونكتيف تيشو مين الاساس فيه؟ الكولاجين فايبر. الكولاجين فايبر مين اللي صنعه؟ الفايبروبلاست. الوايت فايبرز كونكتيف تيشو في منه الريجولر وفي منه الايرريجولر. ريجولر يعني محطوط كده ان ريجولر باترن ومتوضب عشان يستحمل تنشن اند وان دايركشن. طيب لو مش متوضب اسمها irregularly arranged، ده الكولاجين اللي لونه احمر والنواه دي النواه بتاعه الفايبروبلاست عشان يستحمل تنشن ات ديفرنت دايركشن. فور اكزامبل السكليرا اللي ماسكه الماسلز بتاعه العين، ماسك فيها الماسلز بتاعه العين ات ديفرنت دايركشن. الميكويد كونكتيف تيشو اللي بيلعب دور البطوله هنا لارج اماونت اوف soft jelly like ground substance اللي مليان mucus وhyaluronic acid، بيبقى فيه شوية خلايا و fine collagen fiber و fibroblast. هنمتحن نفسنا يا ولاد، اتفقنا مع بعض ليلة الامتحان وانا براجع ابتدى شو لازم احضر سؤال visible feature of identification. الصورة دي ايه يا ولاد؟ الصورة دي ماست سيل. عرفت ليه؟ لان مليانة بيزوفيليك جرانيولز. الصورة دي يا ولاد عبارة عن ايه؟ لوس اريلر كونكتيف تيشو. يقصد ايه بيسبسيفيك؟ اقول نوع الكونكتيف تيشو. نيم ذا فايبر بوينتد باي ذا بلو ارو، ده الكولاجين فايبر بيبقى ارينجد ان بندلز وبيبان اسيدوفيليك. الفايبر الجرين ارو ده الالاستيك فايبر بيبقى سنجلي ارينجد، و الارو هيد بوينتس تو ذا فايبروبلاست، والستار ده الماتريكس بتاعنا. الصوره دي ايه يا ولاد؟ انا شايفه كولاجين فايبرز اللي هو اسيدوفيليك بس ريجولري ارينجد، يبقى ايريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو. الارو هيد مشاور على الايريجولار كولاجين فايبرز او بندلز، والنجمه والنواه دهيت النيوكليوس بتاعه الفايبروبلاست. الصورة دهيت reticular connective tissue special stain silver، فيها الreticular fiber اللي بيبرانش ويأنستموز مع الreticular cell بتصير بني. طيب التايب اوف تيشو هنا انا شايفه collagen bundles وregularly arranged، يبقى هنقول regular white fibrous connective tissue. الفيزيبل فيتشر acidophilic arranged in bundles between them في fibroblast. التيشو ده يا ولاد يلو elastic connective tissue. one visible feature ان انا شايفه الالاستيك فايبر اللي هو اللي عامل زي الزجزاج ده، والصبغه هنا يا ولاد ورسين. هنا انا عندي خليتين، الخليه دهيت الموست سيل السيركل الاصفر
السهم الأصفر الجرانيولز، والسهم الأخضر النواة نيوكليس. أما السيركل الأخضر ده البلازما سيل، النجمة السهم الأحمر النيوكليس اللي هي الكارتويل، والبلاك أرو النيجاتيف جولجي إيمج. Identify type of tissue ده white adipose connective tissue formed of unilocular fat cell. ممكن أسبوخها بالهيماتوكسن يوسين يبان السيجنت رينج أبيرنس، وممكن أسبوخها بالسودان 3. Two visible feature الخلية كبيرة large وأوفل، والفات دايب فيها وعاملة السيجنت رينج أبيرنس. البلو ستار ده الفات دروبلت، والريد ده الريمننت of the cytoplasm أو remnant of the cell. Identify the tissue brown adipose connective tissue formed of multilocular fat cell، برضو تتصبغ بالهيماتوكسلين وممكن نصبغها بالسودان. Two visible character for the cell small cell وفيها multilocular droplets small many small droplets fat droplets. The blue arrow النيوكليس بتاعة الخلية، والblack أرو الـ blood vessels. الصورة دي reticular connective tissue stained by silver red arrow reticular fibers mention character ليها بتتصبغ براون بالسيلفر وبتبرانش with anastomose. الصورة دي يا ولاد yellow elastic connective tissue in fresh section بيبان yellow stained بالأورسين، بيبان لونها بني بالأورسين. الريد أرو هو الإلاستيك فايبر visible feature بتبقى singularly arranged وبتاخد منظر الزجزاج. الصورة دي يا ولاد regular white fibrous connective tissue بيبان لونها أبيض في الفريش ستيت. الريد أرو ده الكولاجين بندلز، والبلاك أرو ده النوايات بتاعت الفايبروبلاست. Two visible character إن أنا acidophilic وarranged in bundles. آخر صورة معانا irregular white fibrous connective tissue بتبان أبيض في fresh state. ال black arrows ده النوايات بتاعة الفايبروبلاست، وال blue arrow ده الكولاجين bundles. هنا الكولاجين bundles بتبان acidophilic وirregularly arranged. بالتوفيق يا أولاد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.